طلب المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بمحافظة صنعاء الرئاسة والحكومة بالعمل على إيقاف تدهور العملة الوطنية ومعالجة الوضع الاقتصادي بصورة عاجلة والقيام بواجبهم وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية وبما يخدم الشعب ويحافظ على اقتصاد البلاد من الانهيار. وناقش المجلس في اجتماعه الاعتيادي أوضاع أسر الشهداء والجرحى، ودعا الحكومة إلى مواصلة العمل والاهتمام بأسر الشهداء والمعاقين وعلاج الجرحى والاستمرار في صرف مرتبات ومستحقات الجيش والأمن ورفع المرتبات بما يتناسب مع قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية. ووقف المجلس على أوضاع مديريات محافظة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية، وحث المثقفين والشخصيات الاجتماعية على مواجهة مشروع تجريف الهوية اليمنية. وتطرق المجلس إلى الدور الهام للمشائخ والوجاهات والشخصيات الاجتماعية في مواجهة حالة التجريف للهوية اليمنية والموروث القبلي والعادات والتقاليد والأعراف المستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف، والنأي بالمجتمع اليمني في أن يكون تابعا لميليشيا إيران ومشروعها في المنطقة. وخرجنا بعدة رسائل، أولا رسالة الاجتماع المجلس اليوم إلى رئاسة مجلس الحكومة وأيضا المجلس الرئاسي بالسعي إلى تحسين الوضع الاقتصادي والحد من تدهور قيمة الريال وتعزيز قيمة العملة لتحسين وضع المواطنين. الأمر الثاني، يدعو المجلس الحكومة والرئاسة إلى الانتظام في صرف رواتب الجنود والنظر إلى هذه الرواتب بما يتناسب مع الوضع المعيشي للجيش الوطني والأمن والمقاومة. الأمر الثالث، دعا الاجتماع الحكومة والرئاسة إلى الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى والمعاقين أيضا. أيضا وقف المجلس مع قضية الشيخ حميد الأحمر، واستهجن اللقاء والمجلس ما قامت به وزارة الخزانة الأمريكية من العقوبات على الشيخ حميد الأحمر الرجل المناضل الذي لم يكن حليفا للإرهاب يوما ما، وكانت مواقفه الداخلية وطنية ومواقفه الإقليمية تتماشى مع المواقف الحكومة اليمنية ومواقف الإقليم لدعم القضية الفلسطينية. فنحن نستهجن ونستنكر هذه العقوبات ونطالب بإزالتها عن شخصية الشيخ حميد.